20 ثانية جزئين من الثانية تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة في هذا الصباح، حيث هذه المنافسات الجميلة التي تحمل الشعارات الكبيرة في تدشين منافسات وتحديات مسافة 8 كيلومترات الحاضرة هنا لهذا الأداء وهذه المنافسة الكبيرة. ينطلق شوطنا الثامن ويحمل تحديات ومنافسات الزمول. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مباشرة إلى نمر اللي على المركز الأول من هجنة الشيحانية ياتي محمد بن خالد العطية بالتضمير على المركز الأول، بينما المركز الثاني الذيب من هجن البشاير ياسم بن قبيلي المحاربي ياتي مع المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث وأجد شاهين من هجن العاصفة بتضمير المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الرابع تلمرعب لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آلين هيان ناجم بن علي من راشد الغيلاني يتابع أيضا هذا الأداء على المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس وصولا من مشرف لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آلين هيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري ياتي بتضمير وتدريب هذه الانطلاقة وهذا الاسم، بينما انتقل الى المركز السادس واجد الواصل النادر من هجنة الرياسة التضمير مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز السابع وصل في ناصي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل الهيان مع جمعة بن عتيج الرميث المحترف ياتي على المرتبة السابعة، بينما المركز الثامن الرباع من هجن الرياسة والتضمير مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما انتقل الى المركز التاسع عيد شعار هجن الرياسة بتضمير المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع هذا الأداء الجميل وانطلاقتي وتحدياتي البحتري الذي وصل في هذه التحديات وبدأ بالانطلاقة، بينما المركز العاشر فأرى هناك محلل من هجن الشحانية وسالم بن فاران المري بالتضمير. هكذا هي النتيجة وهكذا هي المنافسة وهكذا هو التحدي من خلال تواجد هذه الأسماء وتحديات الشعارات التي تحمل الإثارة، تحمل التحديات الجميلة على أرضية الميدان، على أرض الواقع، على منافسات هذا المهرجان الختامية السنوية الكبير الذي يجمع ما بين الماضي والحاضر، ما بين التراث والحضارة، حيث المنافسات العملاقة والكبيرة من الشعارات التي توافدت من جميع الميادين الخليجية للمشاركة في أرضية هذا الميدان بالتحديات الجميلة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى شعاري هجن الشحانية وهجن البشاير هنا في حوار ثنائي ومنافسة عملاقة. يتصدر المشهد هو الذيب من هجن البشاير مع المضمر قاسم بن قبيلي المحاربي، بدأ يحارب من أجل الفوز والظفر بناموسي هذا الشوط، ولكن شعار هجن الشحانية قادما بالقوة والإثارة مع نمر الواصل من هجن الشحانية والتضمير مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتابع الأداء ويتابع المنافسة بإرادة وطموح. انتقل الى المركز الثالث واجد هناك تلمرعب لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان وناجم بن علي بن راشد
الغيلاني، تدخل شاهين من هجن العاصفة بتضمير المضمر غياث الهلالي. يتابع أيضا الأداء هنا من خلال التواجد ومن خلال الحضور ومن خلال القوة التي تحملها هذه النوعيات الفاخرة من نوعيات الرياسة وهجنها. لكن انتقل إلى المركز الخامس وتحول مباشرة إلى هذا الشعار القادم، شعار مشرف لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري بالتضمير. الكل تدخل، الكل يبحث، الكل يطمح ويطمع من أجل الفوز والانتصار. وصل ناصي أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيج بن جمعة الرميثي. هنا يتابع أيضا منافستي وتحدياتي وانطلاقتي هذه الإثارة الجميلة من خلال تواجد الأسماء. هناك وصل أيضا النادر، النادر وهو بالفعل يغير هنا على المركز السابع من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يتابع أيضا الأداء من خلال هذا التواجد ومن خلال حضوره. بينما المركز الثامن وثامن المراكز مع محلل وصل على المركز الثامن من هجنة الشحانية سالم بن فاران المري. الله 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 الله، المنافسة ولعت يا جماعة، المنافسة بدأت ما بين هذه الشعارات القوية من خلال هذا التواجد. وصل البحتري وتقدم من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهي بشاهين القادم أيضا من هجن العاصفة والتضمير. معك يا قيات، يا قيات الهلالي. أتابع أيضا الأداء، أتابع المنافسة، أتابع التحدي. على المركز العاشر وصلنا بشعار هجن الرياسة واللي هو القادم بهذا الأداء هو الرباع من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لكني بعود إلى الصدارة ليعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول هنا ب إلى صدارة هذا الشوط مع الانطلاق الأول والتحدي الأول والقوة الأولى هنا. لكن وين الصدارة؟ الصدارة مع نمر على المركز الأول على الصدارة من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. لكن تلمرعب وصل، تلمرعب وصل وغير مباشرة إلى المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني بالمتابعة بهذا الانطلاق. انتقل إلى المركز الثالث وأجد شاهين من هجن العاصفة والتضمير مع المضمر قيات الهلالي. يتابع أيضا هذه الاندفاع والتحديات الانطلاقة والاندفاع هنا مع هذا المسار الصحيح، المسار الجميل. الثلاثة اللي انفردوا على مقدمة الشوط رابعا هنا من شعار هجن البشاير وجاسم بن قبيلي المحاربيات أيضا مع انطلاقة الذيب الواصل. لكن تحرك، التحرك يبدأ، التحرك يبدأ هنا في هذه اللحظات من ناصي بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيج الرميثي. وتحرك مشرف أيضا بشعار سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بتضمير المضمر محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، المنافسة هنا قوية يا جماعة، والأداء كبير والتحدي دائما يكبر مع هذه المنافسة الممتازة. لكن هل حدث تغيير؟ تلمرعب 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 على الصدارة على المركز الأول هنا على صدارة الشوط لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان مع المضمر ناجم بن علي
الغيلاني ينطلق، تحرك شعار العاصفة، تحرك شعار العاصفة مع شاهين من حجن العاصفة بتضمير المضمر غيات الهلالي، يتابع أيضا بالأداء الجميل من خلال هذا الحضور ومن خلال هذا التحدي ومن خلال هذه المنافسة الجميلة. ما شاء الله الأداء يحمل الإثارة، والإثارة مع هذا الأداء والقوة دائما باقترابنا من الكيلو المتر الأخير. يا سلام يا سلام، تلمرعب المرعب على الصدارة على المركز الأول هنا على مقدمة الشوط بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان مع المضمر ناجم بن علي الغيلاني. طار النجم هنا بالأداء الأخير والتحدي المثير والانطلاق المميز هناك مع تلمرعب 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 على المركز الأول وعلى الصدارة. يطير بأدائه الجميل، يطير بأدائه المميز هنا من خلال هذا الاندفاع شاهين على المركز الثاني من هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، يتابع أيضا الأداء على المركز الثاني. وصل في هذه اللحظات وتحرك هناك مزعل على المركز الثالث هناك مع شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان مع عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. يصل في اللحظات الأخيرة، يصل في اللحظات الخطيرة، يصل بهذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل. مزعل 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 طار إلى المركز الأول وأقلع هنا على الصدارة. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والتهنئة للمضمر عوض بن مبارك بن سعيد المهيري من تابع على أداء الجميل. والنهاية ولا أروع، تهانينا والناموس. المركز الثاني تلمرعب بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان. المركز الثالث هنا وصل شاهين على المركز الثالث من هجن العاصفة. المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع ناصي. والمركز الخامس هنا شاهين وصل على المركز الخامس من هجن زعبيل. إذا متابعينا الكرام، الإثارة مميزة ومزعل هو البطل. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والتهنئة لك الخبير على هذه الخبرة الكافية والأداء الكبير مع عوض بن مبارك بن سعيد المهيري من تابع الأداء التانى باللحظات الأخيرة وانتزع هذا الناموس بكل قوة وإثارة. التوقيت الزمني 12 دقيقة 38 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما المركز الثاني من وصل فيه في هذه اللحظات المرعب بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان مع المضمر ناجم بن علي الغيلاني. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. أما المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، و12 دقيقة 42 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه.